السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الرابع الابتدائي، والنهارده إن شاء الله هناخد درس جديد في التاريخ. أول حاجة عندنا هو الدرس بتاعنا اسمه معلومات تاريخية. معلومات تاريخية ده هنعرف فيه حياة الإنسان القديم والعصور اللي عاش فيها وإزاي اتقسمت، وهنعرف إزاي عرفنا أخبار اللي عاشوا قبل معرفة الجديد. يقول لك إن قديماً ناقش المصري القديم مظاهر حياته على الفخار والأحجار. نقش عمل رموش ورسوم على الفخار والاحجار الى ان توصل الى معرفه الكتابه، ومن خلالها دون اخبار، ومن خلال ما توصل الكتابه ووصل لمرحله ان هو بقى عنده كتابه ابتدى يدون اخبار. هنا في سؤال بقى بيقول لك من اين نعرف اخبار الذين عاشوا قبل معرفه الكتابه؟ ازاي بقى احنا هنعرف اخبار الناس قبل ما يدونوا بقى الكتابه وتظهر ويدونوا الاخبار؟ هنعرف اخبارهم ازاي؟ قال لك هنعرفها من خلال ما تركوه لنا من اثار. ما تركوه لنا من اثار. نيجي نشوف بقى تقسيم المؤرخين لتاريخ الانسانيه. المؤرخين دول اللي هم الناس اللي متخصصين في كتابه التاريخ والاحداث اللي حصلت في الوقت والعصور اللي كانوا موجودين فيها. قال لك في قسمت لعصور ما قبل التاريخ وعصور تاريخيه. عصور ما قبل التاريخ انتصرت الى العصر الحجري القديم، تاني حاجه العصر الحجري الحديث، ثالث حاجة عصر المعادن، وعصر المعادن ده انكسر عندنا لعصر النحاس وعصر الحديد. العصور التاريخية وهي عصر معرفة الإنسان للكتاب. النهاردة هنعرف العصور ما قبل التاريخ، وهو يوصف بيها الفترة الزمنية التي عاش فيها الإنسان قبل معرفته الكتاب. الفترة اللي الإنسان عاش فيها قبل ما يعرف الإيه؟ الكتابة. دي بنسميها إيه؟ عصور ما قبل التاريخ، وده تعريف مهم لازم نكون عارفينه. نشوف بقى أول عصر موجود عندنا العصر الحجري القديم. عرفنا بقى ميزنا عصر حجري القديم من عصر حجري الحديث، هنعرف ازاي؟ هنعرف من الأدوات اللي كانوا بيستخدموها، وبناء عليه ابتدوا يقسموا ده عصر حجري قديم وده عصر حجري حديث. العصر الحجري القديم قال لك في العصر ده كانت الأدوات اللي استخدمها الإنسان من الحجر، واستخدم الحجر كما هو أو إيه أو نحته ببساطة. يعني استخدم الحجر زي ما هو بشكل ده او عمل فيه نحت بسيط. نيجي للعصر الحجري الحديث، قال لك كانت الادوات اللي استخدمها الانسان من الحجر برضه، لكن ايه؟ لكن نحت الحجاره بدقه، ابتدى يبقى دقيق في نحت الحجاره ويعمل بيها الاشكال الادوات اللي هو محتاجها فعلا، وطوعها حسب استخداماته، يعني عملها عايز يعمل كوبايه يعمل، عايز يعمل طبق يعمل، ده كله ابتدى ينحت ايه؟ الحجاره بشكل دقيق. وكمان توصل الى صناعه الاواني الفخاريه. ايه اهميه الاواني الفخاريه دي؟ قال لك ان هو استخدمها في طهي الطعام وحفظه، استخدمها في طهي الطعام وايه؟ وحفظه. نيجي لثالث عصر وهو عصر المعادن. وقلنا انقسم عصر المعادن الى عصر النحاس وعصر الحديد. عصر النحاس ده الانسان المصري القديم اكتشف ايه؟ ماده النحاس، وكانت موجوده بكثره في شبه جزيره ايه؟ سيناء، واستخدمها في صناعه الاواني. العصر اللي بعده اللي هو عصر الحديد، وفي العصر ده صنع الانسان ادواته من الحديد، وساعده في ذلك استخدام الحديد في ايه؟ في اعمال كثيره. وبكده نكون خلصنا الجزء الاولاني من الدرس.